بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة القمح، أهلا وسهلا بحضرتك. القمح فيه أمراض، من الأمراض اللي بتصنف من الأمراض الخطيرة جدا، وعلى رأسها الأصداء والتفحم. تمام، في الفيديو ده بنتكلم عن الصدأ، والصدأ أنا حاولت أجمع لك الثلاث أصداء اللي بيصيبوا القمح واللي هم بيعتبروا خطيرين جدا، جمعتهم لك وحاولت احطهم لك في منظر كده ما تقدرش تنساه ابدا، او صعب انك انت بدل ما بتتوه في وسط الكتب والمراجع اهي قدامك. هي اصداء القمح: رقم واحد صدأ الاوراق، بعد كده صدأ الساق، وبعد كده الصدأ الاصفر. هناخد كل واحد فيهم على حدة بعد ما نقول ان الصدأ ده هو تجمع خطر جدا. ليه؟ لانه لو انتشر على الاوراق او على السقام او على المجموع الخضر بمعنى اصح في القمح، والقمح لسه في عمر صغير، طبعا بيقضي على القمح تماما وبيقضي على الاوراق، لانه لو دخل الصدى على الاوراق مين اللي بيعمل العمليات الحيويه والبناء الضوئي ومصنع الغذاء في النبات؟ هي الاوراق. طب لو الاوراق اتصابت بالصدى ده هو وابتدت تبقى كلها عباره عن صدى وابتدت تجف الاوراق، هل في سنابل؟ ما فيش سنابل، اذا المحصول بتاعك هيروح في غمضه عين ولا تقدر تتكلم فيه خالص بسبب حاجه بسيطه الا وهي الصدى اللي انت بتشوفه ده. هو رقم واحد صدأ الاوراق. بالنسبة لصدأ الأوراق زي ما انت شايف في الشكل ده، هو بسم الله ما شاء الله الصدأ هو لو حطيت ايدك على الورقة طبعا هتلاقي ان الفطر نفسه او الصدأ دوت بتلاقيه عامل دواير كده على الورقة، بينشط الفطر ده هو يا جماعة في درجة الإصابة بتاعته بتبقى من 18 ل 22 درجة مئوية، وبتتوقع الإصابة في النص الأخير من شهر فبراير حتى مارس، يعني فبراير وحتى مارس، وممكن قد تمتد لشهر إبريل. ده بالنسبة لصدأ الأوراق، وفي الشكل اللي حضرتك شايفه ده هو اللي يعني أي واحد بيقدر يتعرف عليه. تمام، وبنقول برضو في الآخر إحنا إزاي نكافح الصدأ ده هو. يبقى اول واحد فيهم صدأ الاوراق، وزي ما حضرتك شايفه هو مش لازم الدش والكلام الكتير ده، وزي ما حضرتك شايفه اقل فلاح بيعرفه، المهم مش قصة ان هو يعرفه، المهم من الاول ان القمح ليه برنامج وقاية زيه زي اي نبات اطلاقا، ولكن الناس يعني بتحاول تكبر دماغها، فالقصة ده هي بتؤدي الى مشاكل كتيرة بالنسبة لمحصول القمح. بعد كده بنشوف صدأ القمح يا جماعة اللي هو صدأ الساق بقى، وصدأ الساق ده هو بتحدث الإصابة على جميع أجزاء النبات. بسم الله ما شاء الله ربنا بارك كده، بيسيبش حاجة خالص. تمام، على الأوراق وعلى الأغمد وعلى السنابل وعلى أي حد، حتى السفة بتاع السنابل بيسبب طبعا ضرر كبير جدا بالنسبة لصدى الساق، من أول النبات لآخره ما فيش أي حاجة. طب بالله عليك لو جالك الصدى زي ما قلت، إذا ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش نبات، ما فيش نمو خضري، إذا ما فيش أي حبوب خالص هتنتج لك في السنابل، وبيقل المحصول مع زيادة الإصابة أو بدرجة الإصابة. إذا الإصابة كانت كتيرة طبعا المحصول هيقل خالص، وأنا شفت يمكن محاصيل في القمح عندي أنا شخصيا يمكن قد تصل إلى أكثر من 50 و60% كمان بالنسبة للإصابة لما بتيجي بالأصداء أو التفحم. يعني درجة الحرارة المثلى للإصابة بتكون من 25 ل 35 درجة مئوية، عشان كده يا جماعة بيتوقع الإصابة بمرض صدأ الساق، بتوقع الإصابة في شهر إبريل اللي هو شهر 4 ميلادي، وشهر مايو اللي هو 5 ميلادي اللي هو قبل الحصاد بحاجات بسيطة كده، وعشان كده بنقول هو ليه بيجي في مايو. تمام، عشان طبعا التأخير في الزراعة، وهنتكلم فيما بعد عن التأخير في الزراعة، من يعني كونك انك تزرع في الوقت المظبوط ده هيقيك خالص من الإصابة بصدأ الساق. اللي حضرتك بقى شايفه قدامك ده هو الاخير ده اللي هو ثالث نوع من الاصداء اللي بتصيب قمح القمح، وهو الصدأ الاصفر او بسموه المخطط في بعض المراجع، وبتظهر الاصابة على كل الاجزاء الخضرية من النبات
ما عدا الساق. الساق بس اللي ما بتظهرش عليه، ولكن بتظهر على كل النبات. ده بالنسبة للصدأ الأصفر، وده خطير جدا يا جماعة، بيجي في درجات الحرارة طبعا، بيجي لك مبكر، بتوقع الإصابة في شهر يناير عشان البرد، بيجي لك الحرارة المناسبة ليه من 10 ل 15، وبيجي لك كمان لما بيبقى فيه تباين ما بين درجة حرارة الليل والنهار. تباين يعني إيه؟ بعيدة جدا المدى اللي ما بين درجة حرارة الليل والنهار، بيجي لك الصدأ زي ما انت حضرتك شايفه في الصورة كده، هوت ده بيسموه الصدأ الأصفر. تمام. طيب انت بالنسبة للصدأ بتاع القمح ده، هوت عايز تحاول تخلص نفسك منه، ففي اجراءات احترازية يا جماعة المفروض بتاخد بالك منها. اول حاجة، زراعة اصناف لها درجة مقاومة تتميز بالثبات لفترة طويلة تحت ظروف الحقل. تمام. ودي بتبقى الوزارة، اي حد بينتج صنف قمح يا جماعة، تمام، ان كان ستسة او سخا، او على فكرة يا جماعة بيقولوا سخا يعني اللي انتج الصنف ده هوت، بس الفلاحين او الناس اللي مش عارفة لما بقول لك سخا كذا يعني اللي انتج الصنف ده هو مركز بحوث سخا اللي هو في كفر الشيخ. لما بقول لك سيتس مثلا، ده بقول لك سيتس كذا، يبقى ده الصنف ده هو انتجه الاساتذه بتوع مركز البحوث اللي في محطه سيتس، اللي هي في مركز اللي هي في محافظه بني سويف. تمام. بالنسبه انك اللي انتج الصنف ده هو اللي ادرى بيه، هو يتزرع في الميعاد ايه، لما يقول لك الميعاد كذا يبقى تزرع في الميعاد الفلاني. زراعه الاصناف المعتمده حسب الاماكن الجغرافيه، بمعنى ان النهارده سخا انتجت تحت ظروف ايه؟ تحت سخا دي فين؟ في كفر الشيخ. انتجت الصنف ده هو تحت ظروف وجه بحري او شمال الدلتا، يبقى هو في كفر الشيخ وفي المنصوره وفي دمياط وفي الحته ديت يجود الصنف ده هو، الا اذا المربي او اللي انتج الصنف ده هو قال لك والله يتزرع في البحيره ويتزرع في الشرقيه ويتزرع في كده. ده كلام يعني حسب الجغرافيا بتاعت الصنف. اللي انتج الصنف قال لك يتزرع في الصعيد، يبقى يتزرع في الصعيد. ليه؟ الصعيد الجو بتاعه جاف، طيب، والحراره بتاعته بتبدا بدري. طب بحري، قال لك في وجه بحري، وجه بحري ليه؟ عشان في رطوبه وفي شبوره وفي مشاكل كتير. فدي بترجع حسب، ما تضربش انت دماغك وتروح زياره عند قرايبك في اسيوط ولا في المنيا تلاقيهم زارعين صنف قمح بادئ كويس وانت من البحيره تقوم زارع، انت بتعكس في نفسك، انت حر. تمام. التقيد بالمعاملات الزراعيه المصابيها من حاره التنعيم للري في الميعاد المناسب عشان الرطوبه ما تزيدش، ولو زادت الرطوبه هينتشر الامراض الفطريه اللي على راسها المرض بتاع الصدأ ده هو. تمام. استخدام بذور من مصادر موثوقه يا جماعه، لان انا النهارده بزرع تقوي كسر. تمام. بزرع تقوي كسر، ازرع تقوي كسر، ما حدش قال لك طالما ما انتش هتجيب ما فيش مشكله ما تجيبش خالص تقوي من اللي هي اللي ربما تكون غاليه عليك، هات من اللي هي الكسر. انت هتزرع من كسر السنه اللي فاتت، يعني انت زرعت طب الارض بتاعتك لو مصابه ينفع انك انت تزرع منها؟ لا، ما ينفعش انك تزرع منها، لازم تجيب التقوي بتاعتك من ارض كويسه. تمام. مش من ارض كويسه وخلاص، ده انت المفروض لما جبت التقوي بتاعتك المفروض تعقمها مبيدات فطرية، المفروض تعقمها بمبات فطرية قبل ما تبدأ الزراعة، وعلى رأسها السومئات يا جماعة. السومئات كانت فرضاها زمان وزارة الزراعة على محطات الغربلة ومحطات إنتاج البذور، لازم تعامل به البذور، ولكنه غالي السماد. فأنا بقول لك أهوت، وأنا اشتغلت في شركات بذور، في ناس ما بتطبقش المعدل المظبوط، وصعب جدا إنك تقيس التركيز بتاع المبيد على التقاوي المعاملة. تمام. إلا إذا كان واقف المراقب بتاع وزارة الزراعة عيل ناصح مهندس محترم وعينيه في وسط راسه، ده اللي بيخبي المحطات الغربله وبيعمل لهم رعب. بامانه وعن تجربه شخصيه، وانا عشت في القصص دي حكايات. تمام. معلش انا دخلت في حاجات كتير، تاخد بالك منها. تمام. طيب، حتى لو جه يا جماعه، حتى لو جالك، شوف انا بقول لك، حتى لو انت جايب حاجه معتمده او معتمده ومن شركه معتمده، عيد ال 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 هات السوميات وحط 35 سنتي على ال 100 لتر ميه، 35 سنتي يا سيدي، حط 10 سنتي على 25 لتر ميه وقلب بيهم، او 25 سنتي اسف 10 سنتي على 2 لتر ميه او لتر واحد بس ميه، وقلب التقوي بتاعتك حتى لو جايه من مصدر كويس. يا اخي حاول انت تعمل حاجتك بنفسك، اعمل ان هي ما اتعملتش في الشركه بتاعتها، وابدا اشتغل انت بنفسك. تمام. عاملها زيادة احتراز بس. تمام. مش هتجيلك القصة دي. بعد كده الري بتاعك في المواعيد بتاعته، الدنيا معاك
هتبقى ممتازة جدا والأمور هتبقى تمام. بعد كده اعمل برنامج وقائي للنبات بتاعك، يحتم اكسكلور النحاس، حط ادي رشة اكسكلور النحاس. على فكرة ظاهرة تفريغ السنابل بيبقى من نقص النحاس، بيبقى من نقص النحاس، وهنتكلم عن الموضوع ده فيما بعد. ولكن انت رشت اكسكلور النحاس، رقم واحد انك بتحط عنصر النحاس مغذي، رقم اتنين انك بتقي نفسك من الاصداء دهيت او الامراض الفطريه حتى التفاحم. تمام، هات كبريت اسباني من الكبريت المكرون الاسباني، وكنا اتكلمنا قبل كده، ورش برضو رشه، ما فيش مشكله خالص. هيزعلك في ايه؟ هيزعلك في ايه؟ مش هيزعلك في حاجه، كلها حاجات بسيطه. تجيب حاجه زي التلت والتلت وتبدأ برضو تدي بيه رشة الفلنت، تدي رشة بداية من لو حصلت إصابة يبقى لازم تتدخل بحاجة كويسة زي الفلنت أو زي السوميئات اللي هو المادة الفعالة فيه الديناكونازول. ودي ما تصدعش دماغك عن السوميئات، في مبيدات كتير غير السوميئات. لو السوميئات غالي الياباني يبقى في كذا حاجة تانية تقدر تستخدمها، وبكده هتقدر تطلع من الموسم بتاع القمح بتاعك وانت امورك تمام التمام، مفيش اي مشكلة عندك لو انت والله ابتديت تعمل الحاجات ده هي. تمام، نزلت رخت مطر محترمة، ايه وراها؟ طهر بشوية نحاس بشوية كبريت، مش هتغرم حاجة، خليك نشيط يا جدع. انت سيبك من البرد اللي انت فيه، سيبك من البرد اللي انت فيه. تمام، لخص لك القصة ولمتها لك، والشكل بتاع كل واحد، كل صدى فيهم ظاهر قدامك اهوت، ومصوره لك من المواقع الاجنبيه كمان عشان هم عندهم دقه لدرجه ان الاجانب بيكتب ان الدكتور الفلاني راح الارض في ولايه كاليفورنيا مثلا في امريكا، وصور الصوره ده هي بتاريخ كذا. اه والله بيكتبوا كده. احنا بسم الله ما شاء الله، سمك لبن تمر هندي، ربنا يعيننا على احنا بنهدي النفوس يعني. شكرا لحضراتكم، والحصه الجايه ان شاء الله هتبقى عن التفحم، ونشوف قصة التفحم برضو. أعتقد إن هما الاتنين يعني الفطر يعني فطر الفطر كله. لو أنت اتبعت برنامج للصدى صدقني مش هتلاقي تفحم من غير أي حاجة خالص، ولكن هنحاول نعمل له فيديو برضو ونوري الناس إزاي تكون الأمراض الفطرية في القمح. الناس بتهتم بالطماطم، بتهتم بالفلفل الألوان، بتهتم والله القمح ده. أنا فاكر الدكتور غيث في جامعة القاهرة كان في سنة 90، كان في سنة 90 كان لا كان في سنة لا آسف كان في سنة 98، ودخل علينا بالجورنال بتاعه، أنا فاكره كويس، الله يديله الصحة، لسه ما يزال عايش تقريبا، وهو اللي مؤلف الكتاب اللي بناخد منه الحاجات دي. دخل علينا والله برغيف خبز، رغيف عيش يا جماعة، وقال لعلكم معشر الطلبة يعني بتستهزوا بمادة المحاصيل ومركزين قوي على كيمياء الاراضي. احنا كنا قسم اراضي، كيمياء الاراضي وعلى الاسمده والتسميد وعلى التغذيه، لعلكم بتستهزوا بالمحاصيل. فرفع رغيف العيش وقال لعل رغيف العيش دي قادر بان هو ينزل اعتى حكام الارض من على العرش بتاعه، الشعب مش لاقي ياكل، رئيس امريكا قادر ان هو مش لاقي، الشعب مش لاقي رغيف عيش، تمام، خبز قمح، مش لاقي القمح، تمام، هيعمل ايه؟ هينزلوه حتى لو كان هو مين. فما تستهزاش بالقمح، لان القمح هو يعني يمكن من اساس الـ 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 من اساس تواجد الناس يمكن على وجه الارض. يعني القمح طبعا حاجه مهمه جدا، فما تستهزاش بيه، وحاول تخدمه كويس جدا، هيخدمك والله، ودي نعمه ربنا في الاول وفي الاخر. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، لكم تحياتي.